متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. بحمد من الله تأثرت بعض المناطق اليوم صباحا في المملكة بحالة مطرية سريعة، وأيضا هطلت الأمطار صباح هذا اليوم في مدينة جدة والأجزاء الغربية من المملكة. خلال ساعات النهار تشرت بعض السحب والغيوم في المنطقة الوسطى، ولكن كانت السحب والغيوم أو المملكة خالية من السحب والغيوم في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من المملكة، بينما انتشرت هذه السحب في القطاع الأوسط بما في ذلك مدينة جدة. توقعات الأحوال المطرية حسب خرائط المعالجة حاسوبيا، نشاهد بأن تقريبا المملكة تخلو تماما من تواجد لهطولات مطرية، هناك فرصة ضعيفة جدا لبعض الأمطار شمال منطقة الرياض نهار يوم السبت، ولكن اعتبارا من مساء يوم السبت تتحسن فرص الأمطار في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، نواحي حفر الباطن والأجزاء الشمالية الشرقية مع الحدود الإكويتية، وهناك فرصة جيدة للأمطار بمشيئة الله تعالى مع ساعات مساء يوم السبت وليلة السبت على الأحد في تلك المناطق، وثم يتحرك هذا القطاع الممطر مبتعدا عن المملكة، وتستقر الأجواء إجمالا في المملكة نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى توقعات هذه الليلة العاصمة الرياض، الأجواء تكون بوجه عام غائمة جزئيا، درجة حرارة 13 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة تكون على النحو التالي: السبت 24-13، ارتفاع آخر يوم الأحد 26-12 درجة مئوية، 25-10 درجات مئوية يوم الاثنين، والأجواء عموما في المملكة وفي الرياض مستقرة بشكل عام. الآن دعونا نتعرف بتفصيل أكثر على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية تحديدا من منطقة سكاكا 19-6، عرعر 16-5، تبوك 17-4 درجات مئوية. غرب المملكة في جدة تستقر الأجواء 30-21، مكة المكرمة 30-18، الطائف 21-12، وفي المدينة المنورة من 25-12 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية أجواء مستقرة: أبها 20-9، الباحة 18-10، جازان 29-25 درجة مئوية. في الإحساء تكون 26-12، الدمام 26-13، أما في حفر الباطن هناك فرص كما ذكرنا مع ساعات المساء والليل لهطول بعض الزخات من الأمطار، والعظمى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما الصغرى 13 درجة مئوية. ختام هذه الجولة من المناطق الوسطى من المملكة: في العاصمة الرياض 24-13، القصيم أو بريدة 21-10، وفي حائل من 20-7 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.